أعزائي طلاب الصف السادس الابتدائي بمدارس الجامعة، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم اليوم الأستاذ محمد الشامي في عرض تقديمي للمراجعة في حل تدريبات على دروس الصنف اللغوي المصادر والمشتقات اسم الزمان والمكان للصف السادس الابتدائي. في البداية أتوقع منك عزيزي الطالب، بارك الله فيك، في نهاية عرضنا اليوم أن تكون قادرا على ذكر مفهوم المصادر، وزن المصدر، صياغة المصدر صياغة صحيحة، ذكر مفهوم المشتقات، معرفة اسم الزمان واسم المكان، وزن اسم الزمان واسم المكان، صياغة اسم الزمان واسم المكان. المصادر، قبل أن نتحدث عن المصادر أو اسم الزمان والمكان، نود أن نتذكر الميزان الصرفي. والميزان الصرفي هو طريقة لوزن الكلمات في اللغة العربية، وقد اختار العلماء كلمة فعل لتكون ميزانا صرفيا، حيث إن الفاء يقابلها الحرف الأول، والعين تقابل الحرف الثاني، واللام تقابل الحرف الثالث، وما زاد في الكلمة وما زاد على الكلمة يزاد في الميزان. فالفعل درس على وزن فعل. هنا نقول إن فاء الفعل هي حرف الدال، وعين الفعل حرف الراء، ولام الفعل حرف السين. المصادر، المصدر كما علمنا في الوحدة الثالثة اسم مأخوذ من لفظ الفعل، يدل على حدث مجرد من الزمان. والمصادر تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مصادر الأفعال الثلاثية، ومصادر الأفعال الرباعية، ومصادر الأفعال الخماسية والسداسية. مصادر الأفعال الثلاثية، تصاغ مصادر الأفعال الثلاثية على أوزان عديدة، وهي: أولاً، إذا دل الفعل على حرفة، الحرفة أي المهنة، فيأتي مصدره على وزن فعالة، فعل الفعل، فعل فعالة، الفعل صنع يدل على مهنة عمل، فمصدره صناعة، مثاله: تجر تجارة، كتب كتابة، زرع زراعة. إذا دل الفعل على صوت، إذا دل الفعل على صوت، فيأتي مصدره على وزن فعال، فعل فعال، فالفعل عوى صوت الذئب، مصدره عواء، نبح نباح، صرخ صراخ. وقد يأتي المصدر من الصوت على وزن فعيل، فعل فعيل، الفعل نهق، مصدره نهيق، صهل صهيل، زأر زئير، فح صوت الأفعى، فح فحيح. إذا دل الفعل على لون يأتي مصدره على فعلة، فعل فعلة، مثال: الفعل حمر، مصدره حمرة، زرق زرقة. إذا دل الفعل على حركة يأتي مصدره على فعلان، فعل فعلان، الفعل طار، مصدره طيران، غلا غليان. قد يكون مصدر الفعل الثلاثي سماعيا عن العرب، ولتسهيل صياغة المصدر نذكر المفعول المطلق، نأتي بالمفعول المطلق من الفعل المراد صياغة المصدر منه، مثال: ركع المصلي ركوع الخاشعين وسجد لله سجودا. فكلمة ركع ركوع مصدر ثلاثي للفعل ركع، وكلمة سجود مصدر للفعل سجد. مصادر الأفعال الرباعية، للفعل الرباعي أربعة أوزان، وهي فعلل وفاعل وفعل وأفعل. إذا كان الفعل على وزن فعلل فمصدره فعللة أو فعلال، مثال: الفعل زلزل على وزن فعلل، ومصدره زلزلة على وزن فعللة، أو زلزال على وزن فعلال، فعلل فعللة أو فعلال، وسوس وسوسة أو وسواس، بعثر بعثرة، دحرج دحرجة، زحزح زحزحة،
والكلمة لغة عربية فصيحة، كلمة زحزحة لغة عربية فصيحة وردت في سورة آل عمران، قال الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فكلمة زحزح وردت في القرآن الكريم، ونحن أخذنا قواعد اللغة العربية من القرآن الكريم. حصحص حصحصة، وكلمة حصحصة الكلمة لغة عربية فصيحة، قال الله تعالى في سورة يوسف: قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. وحصحص بمعنى ظهر، أي ظهر الحق. إذا كان الفعل على وزن فاعل فمصدره فعال أو مفاعلة، فالفعل ناقش على وزن فاعل ومصدره نقاش على وزن فعال، أو مناقشة على وزن مفاعلة. فاعل فعال ومفاعلة، جادل جدال ومجادلة، حاسب حساب ومحاسبة، قاتل قتال ومقاتلة، بارز مبارزة. إذا كان الفعل على وزن فعل فمصدره تفعيل، مثال: حسن على وزن فعل بتشديد بتضعيف الحرف الثاني حرف السين، ونحن نعلم أن الشدة أي التضعيف حرف، فالسين قرأت مرتان. حسن على وزن فعل فمصدره تحسين على وزن تفعيل، فعل تفعيل، نسق تنسيق، رتب ترتيب، خرج تخريج، قدم تقديم، علم تعليم، ضحى تضحية، نمى تنمية، ربى تربية، زكى تزكية، فعل تفعلة. إذا كان الفعل معتل الآخر بالألف تقلب ياء وتزاد تاء مربوطة في آخره. إذا كان الفعل على وزن أفعل فمصدره إفعال، أفعل إفعال، مثال: الفعل أحسن على وزن أفعل، والمصدر منه على وزن إفعال: أكرم إكرام، أتقن إتقان، أسلم إسلام، آمن إيمان، أعان إعانة، أشار إشارة، أقام إقامة. أفعل إفعلة إذا كان الفعل معتل الوسط بالألف. مصادر الأفعال الخماسية والسداسية: الفعل الخماسي إما أن يكون مبدوءا بتاء زائدة، مثال: تقدم تعلم تحسن، أو يكون مبدوء بهمزة وصل، انكسر انهزم اقتتل انتهى اكتفى. الفعل السداسي يكون غالبا مبدوء بهمزة وصل ويبدأ بهمزة سين تاء غالبا، وليست قاعدة، غالبا يبدأ الفعل السداسي بهمزة سين تاء، مثال: استغفر استثمر استفهم. كيف نصوغ المصدر؟ إذا كان الفعل خماسيا مبدوءا بتاء زائدة يأتي مصدره على وزن ماضي وضم ما قبل آخره، مثال: الفعل تقدم، الدال مفتوحة عليها فتحة، على وزن تفعل ومصدره تقدم، قلبت الفتحة ضمة على وزن تفعل، تعلم تعلم، تحسن تحسن. إذا كان معتل الآخر بالألف فيكسر ما قبل آخره وتقلب الألف ياء، مثل: تفانى تفاني. إذا كان الفعل خماسيا أو سداسيا مبدوء بهمزة وصل يأتي مصدره على وزن ماضي مع كسر الحرف الثالث وزيادة ألف قبل آخره، مثال: الفعل انكسر، الحرف الثالث حرف الكاف، مفتوح الكاف، على وزن انفعل، فمصدره يأتي على فمصدره انكي بكسر الكاف، انكسار، وزادت الألف قبل آخره، على وزن انفعال، انهزم انهزام، اقتتل اقتتال. والفعل استغفر سداسي على وزن استفعل ومصدره استغفار، على وزن استفعال، استثمر استثمار، استفهم استفهام. إذا كان الفعل منتهن بألف تقلب همزة في المصدر، مثال: انتهى انتهاء، اكتفى اكتفاء، استعلى استعلاء. والآن لنجيب على ورقة عمل المصادر. أكمل الجمل التالية بمفعول مطلق كما قلت لك في الشرح لتسهيل الحصول على المصدر، نأتي بالمفعول المطلق: يدافع الجندي عن وطنه دفاعا، أستخرج المصدر
استخراجا، تجد أن دفاعا المصدر من الفعل يدافع، استخراجا المصدر للفعل أستخرج، أشرب الماء شربا، شرب المصدر للفعل أشرب، انكسر الكوب انكسارا، انكسارا المصدر للفعل انكسر. أستخرج المصدر في الجمل التالية، يجب عليك قول الصدق، تجد أن المصدر أن الجملة فيها مصدر فيها مصدران، قول على وزن فعل وفعله قال، والصدق على وزن الفعل فعله صدق. السعال مرض خطير، تجد أن السعال وزنه الفعال سعل. صوت الذئب عواء وصوت الحصان صهيل، تجد أن عواء على وزن فعال وفعله عوى، صهيل على وزن فعيل وفعله صهل. قال تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها، تجد أن زلزال على وزن فعلال ومصدره زلزل. النقاش مهم للوصول إلى نتيجة، تجد أن المصدر النقاش على وزن الفعال فعله ناقش، الوصول وزنه الفعول فعله وصل. إتقان القراءة والكتابة مهم جدا، تجد أن المصدر هو كلمة القراءة على تجد أن إتقان إفعال أتقن، والقراءة قرأ، الفعالة فعله قرأ، الكتابة الفعالة فعله كتب. كن كثير المناقشة وليس الجدال، المصدر المناقشة وزنه المفاعلة فعله ناقش. تحسين الخط ضروري للفهم، وكذلك كلمة الجدال على وزن الفعال جادل، تحسين وزنه تفعيل حسن. الاستغفار يكفر الذنوب، تجد أن المصدر كلمة الاستغفار على وزن الاستفعال وفعله استغفر. يجب عليك الانتهاء من الواجبات مبكرا، تجد أن المصدر الانتهاء على وزن الافتعال وفعله انتهى. إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح المصادر، ونأتي إلى مراجعة اسم الزمان واسم المكان. من المشتقات، الاشتقاق هو استحداث كلمة أخذا من كلمة أخرى، نأخذ كلمة من كلمة أخرى للتعبير بها عن معنى جديد يناسب المعنى الحرفي للكلمة المأخوذ منها. ومن المشتقات كما درسنا سابقا اسم الفاعل واسم المفعول واسم الآلة. يأتي اسم الفاعل من الفعل الثلاثي على وزن فاعل، ومن المفعول على وزن واسم المفعول من الثلاثي على وزن مفعول، واسم الآلة يأتي من الثلاثي على أوزان مفعلة ومفعل ومفعال وفعال وفعالة وفاعول وفاعلة. الفعل درس، اسم الفاعل منه دارس، والمفعول مدروس. كتب، اسم الفاعل كاتب، والمفعول مكتوب. الفعل كنس، اسم الآلة مكنسة على وزن مفعلة. الفعل برد، اسم الآلة مبرد على وزن مفعل. الفعل فتح، اسم الآلة مفتاح على وزن مفعال. الفعل عد، اسم الآلة منه عداد على وزن فعال. الفعل سار، اسم الآلة منه سيارة على وزن فعالة. الفعل حسب، اسم الآلة منه حاسوب على وزن فاعول. الفعل رفع، اسم الآلة منه رافعة على وزن فاعلة. اسم الزمان اسم مشتق للدلالة على زمان حدوث الفعل، واسم المكان اسم مشتق للدلالة على مكان حدوث الفعل. اسم الزمان والمكان يصاغان، أي يأتيان، من الفعل الثلاثي على وزن مفعل بفتح العين إذا كان الفعل مفتوح العين في المضارع. فالفعل ذهب، الفعل المضارع منه يذهب، تجد أن عين الفعل هي حرف الهاء مفتوحة في المضارع، لذا اسم الزمان والمكان منه هو مذهب. اسم الزمان والمكان من الثلاثي يبدأان بميم مفتوحة، حفظك الله، إذا كان الفعل مضموم العين في المضارع. فالفعل الماضي سكن، الفعل المضارع منه يسكن، تجد أن عين الفعل هي حرف الكاف وهي مضمومة في المضارع، لذا اسم الزمان والمكان منه هو مسكن. إذا كان الفعل معتل اللام فالفعل الماضي لها،
تجد أن لام الفعل هي حرف الألف وهو حرف علة، لذا اسم الزمان والمكان منه هو ملها. اسم الزمان والمكان يأتيان من الفعل الثلاثي على وزن مفعل بكسر العين. إذا كان الفعل مكسور العين في المضارع فالفعل هبط، الفعل المضارع منه يهبط، تجد أن عين الفعل هي حرف الباء مكسورة في المضارع، لذا اسم الزمان والمكان منه هو مهبط. إذا كان الفعل معتل الفاء فالفعل الماضي وعد، تجد أن الفاء الفعل هي حرف الواو وهو حرف علة، لذا اسم الزمان والمكان منه هو موعد بكسر العين. وحروف العلة كما نعلم هي الواو والألف والياء. اسم الزمان والمكان اسمان مكونان من 4 أحرف، يبدأ كل منهما بميم مفتوحة، وعند حذف الميم نجد الفعل الماضي، فكلمة مسكن إذا حذفنا الميم نجد سكن، يصاغان من غير الثلاثي على وزن المضارع بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة. إذن حفظك الله، اسم الزمان والمكان إما أن يبدأان بميما مفتوحة، هذا يكون اسم زمان أو مكان من فعل ثلاثي، أو ميما مضمومة يكون اسم زمان أو مكان من فعل غير ثلاثي، يصاغان من غير الثلاثي على وزن المضارع مع إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل آخره. فالفعل الماضي استخرج، المضارع منه يستخرج، واسم الزمان أو المكان منه مستخرج. اسم الزمان والمكان يحددان من سياق الجملة، هي التي نحدد هل هي اسم زمان أم مكان. مثال: مكة المكرمة مهبط الوحي ومهبط الطائرة عصرا، تجد أن كلمة مهبط في الجملة الأولى دلت على مكان نزول الوحي، وفي الجملة الثانية دلت على زمن هبوط الطائرة، ففي الجملة الأولى هي اسم مكان وفي الجملة الثانية هي اسم زمان. مسكن الطيور إلى أعشاشها ليلا، تجد أن كلمة مسكن هنا اسم زمان دلت على زمان سكن الطيور. بيتنا مسكن واسع، تجد أن مسكن هنا اسم مكان دلت على مكان السكن وهو بيتنا. إلى هنا نذهب إلى حل ورقة عمل على اسمي الزمان والمكان. أستخرج اسمي الزمان والمكان في الجملة التالية: فناء المدرسة ملعب للطلاب، تجد أن اسم المكان هنا ملعب وفعله لعب، ولا يوجد في الجملة اسم زمان. شهر ذو الحجة ملتقى الحجاج، تجد أن اسم الزمان هنا كلمة ملتقى وفعله التقى، ولا يوجد في الجملة اسم مكان. الصباح مذهب الطلاب إلى مدارسهم، تجد أن كلمة مذهب اسم زمان ولا يوجد اسم مكان وفعله ذهب. باطن الأرض مستخرج المعادن، تجد أن كلمة مستخرج اسم مكان وفعله استخرج ولا يوجد في الجملة اسم زمان. هات اسم الزمان أو المكان من الأفعال التي تحتها خط: في المطار تهبط الطائرات، تكون الجملة مهبط أو المطار مهبط الطائرات، أو مهبط الطائرات المطار تصح الجملة، وفعله هبط. يجتمع الطلاب في الفصل، الفصل مجتمع الطلاب وفعله اجتمع وليست مجتمع، احذف الميم واكتب مكانها همزة وصل. يرجع الطلاب إلى منازلهم ظهرا، نقول مرجع الطلاب إلى منازلهم ظهرا، والفعل هنا رجع، احذف الميم، الفعل هنا راجع وليست مرجع، راجع. في المدرسة ينهل الطلاب العلم، نقول الجملة المدرسة منهل الطلاب للعلم وفعله نهل بحذف الميم. إلى هنا عزيزي الطالب حفظك الله، نكون قد انتهينا من مراجعة الصنف اللغوي المصادر والمشتقات مع أخلص الأمنيات وأصدق الدعوات بدوام النجاح دائما والتوفيق والحصول على أعلى الدرجات في السنوات الدراسية القادمة. حفظكم الله وبارك الله فيكم وجعلكم أبناء نافعين عاملين مجتهدين من أجل
من أجل رفعة وطنكم ودينكم والإسلام والمسلمين. مع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأستاذ محمد الشامي، معلم اللغة العربية بمدارس الجامعة بالقسم الابتدائي.